في اطار خيرنا ما يديه غيرنا، علي اكسبريس، علي اكسبريس خلقت شركه منها فيها، يعني منافسه خلقت شركه ديالها كتنافسها بدون ما تدخل منافس جديد. كيفاش؟ هي هاد الشركه تيمو، هي منشقه عن علي اكسبريس، وفي نفس الوقت كدير منافسه غير مع راسها في راسها. قلت نجربهم، لماذا؟ وخديت من عندهم هاد جوج ديال ما عرفتش واش كيسميوهم جيم بويز ولا تيلي جو، والله ما عرفتش كيسميوهم. المهم خديتهم لبنيتاتي، راكم عارفين انا عندي الدرايرات. خديت جوج، هذه هي الاولانيه، فيها كتجي معاها هاد الباتري ديالها بحال شكل الباتري ديال نوكيا ولا ما عرفتش داكشي، وهاد البريز الا بغيتي تبرونشيها مع التلفازه، وهاد الكابل باش تشارجيها كتبرونشيها مع الضو. فوالا فوالا، كان هو هذا لو كونتوني ديال لو باك. وحتى الثاني راه نفس الشيء فيهم، شعلناهم خدامين، ما كاين حتى شي مشكل، جربتهم وفوالا. كانت هذه تجربتي الاولى مع تيمو، بقاو معايا على ما توصلني الكوموند الواعره ديال تيمو وغنبارطاجيها معاكم. باي، تجربه تيمو علي اكسبريس.